عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. وش من غير كاني ومالي طبعي بدخل في الموضوع، انت صورتك مست المالي كل ايام الاسبوع، حتى 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 من قلبي. العروسة؟ ايوه بتاعي. يلا تعالى صوروا مع بعض. مبروك العروس. الخير عليكم متابعين، ان شاء الله يكون الفيديو عجبكم لحد دلوقتي، وتعالوا نكمل مع بعض باقي الجولة في قلعة الاسكندرية، من اكبر واقدم القلعات في مصر عموما وخصوصا في الاسكندرية. هنا موجود زي ما انتم شايفين كده تحف واكسسوارات وانتيكات مصرية 100%. شايفين الميداليات دي مرسومة عليها نجوم او شكل الخميسة او كلمة الله او شكل الهرم او شكل الجبال وشكل الجمل، فيها كل الاشكال. شايفين الاكسسوارات كلها تقريبا معظمها مصرية، عليها شكل الفرعوني المصري، وشايفين شكل خوف وخفرع ومنكورة على الميداليات وعلى الأطباق وعلى التحف والأنتيكات زي ما انتم شايفين كده. أشكال جميلة جدا بجد وحاجات جميلة جدا، واتمنى أي حد موجود في مصر يجي اسكندرية ويشوف الحاجات الجميلة دي وهيتمتع بجد بجمال بلدنا والاثار اللي فيها والحاجات الجميله جدا دي. كمان شايفين اللي هي الحاجات اللي هي شكل النجمه وشكل القوقعه والحاجات دي كلها، طبعا الحاجات دي بيستخرجوها من البحر، وطبعا ليهم عمليه اللي هي تجفيف، بيجففوا الحاجات دي وحاجات، وحتى كان في اسماك تحنيط متحنطه، بس للاسف الفيديو معايا ما كملش. كان نفسي اوريكم الحاجات دي، بس ان شاء الله مره تانية هوريكم الحاجات دي. شايفين شكل الهرم اللي موجوده على الكتب اللي موجوده او المحفظه او الشنطه. كمان المراكب اليدويه دي جميله جدا، شكلها جميل جدا، والمراكب دي بيبقى فيها اضاءه الوان نور كده بشكلها حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده، حتى شايفين النجوم الصغيره قوي اللي هي في الاطباق الالوان دي، يعني في حاجات جميله جدا. ان شاء الله اللي يجي اسكندريه يشوف الحاجات دي هتعجبه. كمان الشنط اليدويه دي، معظم الشنط دي معموله من القماش او من الجينز، يدوي، شغل يدوي كله.
زي ما انتم شايفين كده حاجات جميله جدا، واحلى حاجه ان هي مصريه 100%. زي ما انتم شايفين كده شكل الاهرامات او شكل الجمل او شكل اشكال مصريه جميله. كمان في المكان دوت تحف كتيره جدا، وحاجات عن الاهرامات وعن الحاجات الفرعونيه المصريه، حاجات جميله هتعجبكم ان شاء الله. اي حد هيجي المكان هيعجبه باذن الله. كمان انا حبيت اصور لكم شويه من اجواء المراكب والبحر في الليل وشكله عامل ازاي. اتمنى ان الجوله دي تعجبكم ان شاء الله، وانتظروني في فيديوهات تانية جديده باذن الله. ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش بتعليق حلو قوي منكم، وما تنسونيش باللايك والشير وكومنت جميل زي ما قلت لكم. واشوفكم في فيديو تاني جديد، وكملوا الفيديو للاخر. وسلام، احلى متابعين. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I... لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.